أستاذ سمر، نورتينا في أهل مصر. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كنا حابين في البداية أن نعرف أهم القرارات اللي هيخديها في خلال الشهرين. عارفين هي مدة بسيطة، يمكن لسه بتحاولي تحطي خطط. هو إحنا طبعا بنحاول أن إحنا يعني ننعش مجلة حواء. بمعنى ايه؟ هي مجلة اساسا تاريخية عريقة. احنا معديين اساسا في عمرنا الصحفي اكتر من 60 عام. طبعا كل مرحلة زمنية وليها اساسا طبعها وليها اساسا جمهورها المستهدف، فانت بتحاول ان انت تواكب العصر. بمعنى في ظروف اساسا كتيرة حوالينا ومستجدات بتخليك ان انت لازم تقدم حاجة جديدة، ان انت تكون اساسا مختلف. في فترات اساسا طبعا في كمان كم منافسة رهيبة من وسائل الاعلام، مش حتى المطبوعه بس. يعني احنا دلوقتي داخل اسم معانا منافسه اسم الفضائيات، منافسه من مواقع التواصل الاجتماعي، منافسه من المواقع الالكترونيه. فعارف في ظل كل العوامل دي لازم تقدم منتج مختلف ولازم تصير اسم العصر. فانا اللي عملته اسم ببساطه ان انا حاولت ابص ايه اللي حاصل اسم حوالينا. طبيعه الفتره دي واحنا اسم مجله نسائيه، مرينا أصلاً كبلد من 2011 وحتى هذه اللحظة بمجموعة أصلاً من العوامل والمستجدات اللي هي تطلبت أصلاً من المرأة إن هي تضاعف من الدور اللي بتقوم بيه أصلاً على الخريطة السياسية وعلى أصلاً مستوى الحياة أصلاً العامة، نتيجة طبعاً لظروف الثورتين اللي احنا مرينا بيهم. المرأة المصرية كانت معروفة إن هي على مر العصور متواجدة وبتشارك وبتحاول إن هي تقف بجانب بلدها، لكن هذا الدور أصلا تضاعف خلال هذه المرحلة. أصبحنا أصلا في تهديدات كتيرة، مؤامرات داخلية، مؤامرات أصلا خارجية، جماعة إرهابية بتحاول إن هي ترجعك أصلا للخلف، نتيجة لطبيعة المرأة إن هي بتعتبر المسؤول. يعني مش عايزة أقلل من قيمة الرجل، لكنها المسؤول الأول عن الأسرة بحكم عاطفتها. يعني هي لا عايزة مثلا وهي قاعدة ببيتها تبقى مطمنة على أولادها وهم نازلين، مطمنة على جوزها أصلا وهو رايح أصلا للعمل، مش حاسه بقلق اصلا او خطر. وبالتالي فعنيها اصلا على الدوله ديت ان هي ازاي تحافظ على الارض، ازاي تحافظ على الوطن، ازاي ان البلد ده اصلا يستقر. واكبر دليل اصلا على كده ان احنا اصلا لاحظنا مشاركه المراه في الانتخابات البرلمانيه الاخيره، مش تواجدها في الانتخابات السياسيه. انا كنت اصلا بشوف سيدات بينزلوا حتى اولادهم الصغيرين ما لهمش صوت، بيروحوا اصلا لجان الانتخاب واخدهم في ايديها. فما كنت تسالها انت ليه واخده اصلا دول ما لهمش صوت، بتقول لك ايه؟ عشان اعلمهم يعني ايه بلد، عشان يبقى لهم اصلا صوت. دي المراه المصريه. وبالتالي نتيجه لطبيعه هذه المرحله، فاحنا المحور الاول اللي احنا اصلا مركزين عليه ازاي ان انت اصلا تستمري في دورك الداعم اصلا لبلدك، وازاي ان انت تكوني سند ليها. وبالتالي فاحنا شغالين يعني في المحور ده على اكتر اصلا من مجال. اولا حتى يتم، وده احنا بالنادي اصلا بيه، تدريس الامن القومي كماده اصلا من خلال وزاره التربيه والتعليم. المراه المصريه يمكن ان تقوم بهذا، لازم اصلا تعلم اكتر ولادها ايه هو الانتماء، الولاء، ايه اهميه الوطن، ايه التهديدات اللي بتجيلنا، ازاي احنا مستهدفين، ازاي ان هو ما يسمعش لاي حد بيحاول يستقطبه او يجره اصلا لسلبيات، ازاي ان هي تبعد اصلا عن الشائعات، عن الامور اصلا المحبطة، عن ان احنا عمرنا ما هنوصل اصلا لحاجة. ده جانب. الجانب التاني وده مهم جدا اللي هو الجانب الاقتصادي. كل المحاور دي احنا اصلا شغالين عليها فيما يتعلق اصلا بدعم المرأة المصرية لاكمال دورها تجاه اصلا بلدها. الجانب اصلا التاني متعلق بالاقتصاد. عندك وضع اقتصادي ذو طبيعة أصلاً معينة، نتيجة لأن احنا طبعا خارجين من ظروف أصلاً ثورتين، لسه بنقف أصلاً على رجلينا. القيادة السياسية بتقوم بمجموعة أصلاً من المشروعات العملاقة، سواء مثلا دعم أصلاً محطات توليد الكهرباء، مشروعات الاستصلاح الزراعي، عندنا أيضا تمهيد أصلاً الطرق، اكتزاب استثمارات من الخارج، مشروع أصلاً المليون ونصف فدان. عارف زمرة أصلاً من المشروعات اللي هي لسه هتجيب أصلاً عائد. عندك
الى حد ما لسه في طبعا اسهم متابعه للتلاعب اسهم في الاسعار في الاسواق. انا بقى في المقابل كامراه مصريه مفترض ان انا اقوم بايه؟ مفترض ان انا اتبع ما يسمى في هذه المرحله، وده اللي احنا بنحاول نوجهها ليه باقتصاد الحرب. اقتصاد الحرب ده معناه ان انت تبعد عن الكماليات، ان انت الحاجه اللي ترتفع اسعارها اصلا لازم ان انت تقاطعها، ودي اثبتت فعاليه اسهم كبيره، ان انت تستفيد ان مثلا منافذ بها القوات المسلحه بتقدم لك حاجات مخفضه اسعارها بتتراوح يعني في التخفيضات من 25% ل 50%، فاستفيدي اسهم منها. ان انت لما تلاقي تلاعب في الاسعار لازم تبلغي اسهم عن التاجر اسهم ده، فلازم تتابعي ده. الجزئيه الثالثه اللي بنشتغل عليها اسهم في هذا المحور فيما يتعلق بضروره ان انت لابد، احنا في العصر الذهبي السل للمراه، وسياده الرئيس حاطط المراه نصب اعينه لان هي السند الاول السل لهذا البلد، وحتى دايما في حديثه بيلقبهم بعظيمات مصر. فطيب دلوقتي انت عندك مجموعه من المكتسبات، عندك ان انت تتمثلي اسهم في الانتخابات البرلمانيه السنه الجايه وفقا للدستور بنسبه 25% متوقع انها اسهم تزيد مع تمثيل الشباب والاخوه الاقباط، وبالتالي لازم اسهم تنزلي ولازم تنتخبي ولازم اسهم ترشحي ولازم اسهم يكون لك تواجد سواء كناخبه او مرشحه. كل ده احنا بنوجه الثلاث محاور اللي قلت لحضرتك عليهم ده بينصبوا ازاي تكوني سند لبلدك. ده احنا شغالين على السن عليه لان طبيعه المرحله ديت بتستدعي السن هذا. الجانب السن الثاني بقى المحور الثاني شغالين عليه ان احنا السن بنحاول نقدم صحافه خدمات. صحافه خدمات بمعنى ايه؟ انت دلوقتي عندك منافسه السن رهيبه، تقريبا الصحافه المطبوعه محدش بيشتري نتيجه لارتفاع الاسعار، نتيجه لزياده الالتزامات. طيب في المرحله دي نعمل ايه؟ انا مفترض اقدم اسهم للقارئ مقابل المقابل المادي اللي هو اسهم بيدفعه دوت، لازم اسهم يبقى فيه خدمه. وبالتالي استحدثنا مجموعه اسهم من الابواب اللي هي بتقدم اسهم خدمات للقارئ. عندنا مثلا مستشارك القانوني، ده بيرد اسهم على الاسئله وعلى الازمات اسهم القانونيه اللي هي ممكن تواجه المراه والاسره، وبيدي لها اسهم نصائح بشكل مجاني، بيتواصلوا معاه وبيبعتوا له. عندنا اسهم ابواب للصحه، دي جميله بقى في حاجه ان الاساتذه الافاضل الاطباء وكلهم اسهم ذوي شان ومعروفين، مش بيردوا بس على الاسئله او بيناقشوا اسهم المشكلات، لا ده بيدوني اسهم كمان تخفيضات لقراء حواء بكوبون المجله. عندنا اسهم بنحاول في باب مثلا زي باب اسهم السياحه ان احنا اسهم نعرف اسهم المراه تروحي فين الاماكن المخفضه، الاماكن اللي بتقدم عروض اسهم جديده، الاماكن اللي فيها اسهم مهرجانات. عارفه بنحاول ننشط بننشط السياحه الداخليه، وفي نفس الوقت بنقدم اسهم خدمه. بنحاول ان احنا نشارك المراه برده من خلال باب ايام وليالي كل اسهم المناسبات والحفلات العامه اللي هي بتتعمل اسهم تبع بعض الجهات الخاصة، ان احنا نكون اسهم معاها وبنساندها. ده محور تاني. يعني احنا عندنا ايه؟ المحور الاولاني كيف تكوني سندا لبلدك، وقلت حضرتك في ثلاث مجالات، والمحور التاني صحافة الخدمات. المحور التالت بقى ان احنا بنبتدي نناقش كل القضايا والمشكلات سواء الاجتماعية الاقتصادية القانونية اللي هي بتشكل محور اهتمام المرأة، زائد ان احنا بنقدم لها الاهتمامات التقليدية. يعني هتلاقي بجانب كل ديت عندك اللي هو الديكور والتجميل والازياء اصلا والمطبخ، بنحاول الى حد ما ان احنا نكون مشاركين المرأة في كل اهتماماتها، ان احنا نقدم اسهم منتج كمان مش بيغطي اهتمامات المرأة بس، لا ده بيغطي كل الأسرة المصرية عايزاها. اذا اتجاه حضرتك في الفترة الجاية ان انا ابعد سواء عن الاهتمام، يعني مش ابعد او حتى يعني احيي الدور سواء الاهتمامات التقليديه واشتغل على هو على فكره القومي. المراه المصريه عشان يعني خلينا نتكلم الصراحه، المراه المصريه مش اهتماماتها بس ديكور وموضه وتجميل ومطبخ، المراه المصريه يعني معلش اللي كانت موجوده اصلا في الشارع الثورتين اللي فاتوا وفي الاستحقاقات الدستوريه في الانتخابات البرلمانيه الانتخابات الرئاسيه خلاص يعني، وقود بال حضرتك حتى بخلاف هذه الظروف هي يعني مش بقت شريك، يعني مش نصف المجتمع، هي بتشارك الرجل في كل حاجة، يعني مش شغلها الشاغل بس اللي هي الحاجات دي، في حاجات كتيرة جدا خلاص هي بالتأكيد. أعلام المرأة بس أنا بتكلم في الديكور بتكلم في الأكل أو في الدايت أو خلافه، لكن ده خلق منافسة شرسة بين وسائل الإعلام المختلفة وبين حتى المتخصصة يجيبوا مطبخ ازاي؟ فيمكن المنافسه الشرسه فممكن تخلي ان انا لو في حتى كيان جديد عايز يظهر متخصص للمراه يواجه صعوبه. والله بص عايزه اقول لحضرتك حاجه، هي دي المراه العصريه. المراه العصريه مش معناها
اللي هي بتلبس على احدث الصيحات او الليل ونهار قاعده استنى تكتب وصفات الاكل او اللي بتشوف استنى ايه السلع الاستهلاكيه اللي نزلت فدي جابت فانا اجيب لا المراه العصريه دي اللي هي بتقوم بمسؤولياتها على كافه الاصعده، مسؤوليتها تجاه اسرتها، مسؤوليتها تجاه بناء نفسها وان هي كلها كيان، مسؤوليتها تجاه ابنائها، وبالتالي فاهتماماتها بقت متنوعه ومتشعبه. ولازم اصلا كل وسائل الاعلام في الاونه الحاليه ان هي تتعامل معها ككائن، كائن زيه، مش عايزه اقول زيه زي الرجل، لكن كائن اصلا ليه اهتمامات وليه اصلا توجهات وليه اصلا وجود وليه حاجات اصلا مختلفه بخلاف ان هي انثى. الانثى دي حاجه تانية اصلا غير المراه. بالظبط 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 بالظبط. ربت اسره في كتير عندنا من نماذج المراه المصريه هي بتعول حتى اسره. طبعا أسرة كاملة طبعا مش مجرد طبعا بس ان اهتماماتها التقليديه بجانب حياه المراه. كلام حقيقة يعني خلاني أحب أن أنا أثير نقطة مهمة في قصة الإعلام المتخصص. إن يعني هو يمكن بعيد شوية عن المرأة، بس كون أن اتجهتي في أنك تميزي تخلي مجالات مميزة بمناحي كتير، تخلق لها لون مختلف، مش بس أن أنا بتكلم عن الشكل التقليدي زي باقي وسائل الإعلام. خلينا نتكلم في الإعلام المتخصص. ليه عندنا إعلام متخصص في مصر مش ناجح؟ بص عايزه اقول لحضرتك ليه، لان للاسف ما بقاش في حاجه اسم متخصصه دلوقتي. يعني مثلا محدش مركز يعني بنسبه كبيره جدا على الجزئيه اللي هو متميز بيها. بمعنى ايه؟ هديك انا مثال. مثلا عندنا انا بطلع اسم المؤسسه بتطلع مجله سياسيه وبتطلع مجله اسم فنيه وبتصدر اسم ايضا مجله اطفال. لو انا سبت الحته اللي انا متميزه فيها اللي هي اصلا المراه واهتمامات المراه وقضايا اصلا المراه وقررت ان انا انزل ان شاء الله حتى حاجه سياسيه بس داخله في المراه بس بكثافه اكتر. يعني انا احيانا طبعا باخد ايه تاثير الاوضاع السياسيه والاقتصاديه على الاسره والمراه ككل، لكن باخدها من وجهه نظر انا. لكن انا ما اقدرش، مش حكايه ما اقدرش، يعني انا ممكن اعمل ده بس فعلا اصلا هفشل وهفقد جزء كبير اصلا من جمهوري لو انا سبت المنطقه اصلا بتاعتي وابتديت انزل سياسه زي مجله المصور او ابتديت انزل اصلا حاجات فنيه. عندي فن مثلا بس بعمل فن ايه؟ لما باخد اصلا نجم او نجمه بسالهم عن الجانب الاسري، عن حياتهم، عن ارتباطاتهم، عن اولادهم، عن هواياتهم، ده ما بيركزوش عليه في مجلات الفن، دايما اصلا بيركزوا على العلاقات الفنيه والاداء الفني. دي حاجة. لو أنا يعني ده بالنسبة للفن، لو أنا أصلا هسيب برضو عندي مثلا باب أطفال، بس باب الأطفال مش هطلعه زي أصلا مجلة سمير، دي مجلة متخصصة بتتكلم بلغة تناسب الطفل بحيث ان هو اصلا لو جابها ممكن يقرا المجله اصلا لوحده. لكن انا اصلا بكلم اصلا بلغه ان انا بقدم ماده للام ازاي ان هي تعرف تربي الطفل، ممكن مثلا بيبقى في حدوته لو عندها مشكله اصلا معاه ازاي ان هي اصلا توجهه، لو هو عنده تساؤل ازاي، يعني بقدم حاجه متخصصه للام تتعامل معاها ازاي، مش صحافه اطفال. احنا اصلا مشكلتنا ان الصحافه المتخصصه دلوقتي كل واحد بيتكلم في حاجه التاني. يعني انت حضرتك لو جبت مجله اصلا رياضيه هتلاقي المجله الرياضيه فيها سيكشن للفن وبيتكلم اصلا على الفن مش من وجهه نظر الرياضه. يعني انا ممكن اخد مثلا لاعب اصلا رياضي واساله ايه رايك في الحركه مثلا الفنيه دلوقتي، الحاجات اللي بتشوفها في السينما ايه، مين اصدقائك من الوسط الفني، يعني اخدها من وجهه نظره هو. لكن لا ده مش بيحصل، ده بياخدوا فن فن وبياخدوا سياسه سياسه. طب انا ما اكون عندي الجزئيه اللي انا متميزه فيها اسيبها واروح اصلا انافس حاجه هي موجوده في السوق؟ يعني اللي هيحب بالظبط اللي هيحب يقرا سياسه مش هيجيب حو، يعني ما خلينا واقعيين، واللي هيحب يقرا فن مش هيجيب حو، ما عنده اسم، عنده اخبار النجوم، عنده اسم الكواكب، عنده اي حاجه فنيه. فانت خليك دايما الصحافه المتخصصه ليه مش بتوصل؟ ان هما بيلعبوا في ملاعب مش بتاعتهم، ملاعب غيرهم. حتى بالظبط انت ممكن تاخد ملاعب غيرك بس طوحها وفقا لتوجهك. يعني خد مثلا زي ما انا باخد فن بس باخده من وجهه نظر المراه. عندي مثلا شباب ورياضه بس ما بعملش مجله الشباب، باخد برضو ايه حاجات اصلا تمشي من وجهه نظر ما بقى عندي اصلا اطفال بس باخدها ايه ماده بقدمها اصلا للام ازاي تتعامل اصلا مع طفلها. احنا لو اتعاملنا اصلا كده كل واحد هيبقى متميز في منطقته. اللي هو الخطوط العريضه اللي انا الخطوط العريضه عايزه اقول لحضرتك حاجه. انت تعال هات الجرايد اليوميه ودي مشكلتنا اصلا دلوقتي بغض النظر مثلا
ده حاطط باب ايه وده حاطط باب ايه وده حاطط عنوان ايه، هتلاقي بشكل عام 3 أو 4 اسم موضوعات رئيسيه مكرره في كل الجرايد. اوكي، طب انا كقارئ استنى وماشي هجيب ده ولا هجيب ده، ما هم كلهم زي بعض. حضرتك واخد بالك زي مثلا بعض المجلات المتخصصه، ومش عايزه اعمم، اما تلاقي استنى المجله دي من بره ده حاطط لي نفس الفن وحاطط لي نفس الموضوعات السياسيه وحاطط لي نفس يعني ما جينا مثلا هدي حضرتك مثال، احنا العدد الصادر الاسبوع ده في اصلا ذكرى الاحتفال بذكرى افتتاح قناه السويس، انا مش عامله موضوعات سياسيه لكن انا عامله اصلا ايه حواء على شط القناه، عامله الستات اللي هم اصلا راحوا وشاركوا مراحل اصلا القناه من اول اصلا الحفر لغايه ما خرجت للنور وازاي كانوا بيدعموها، عامله اصلا الشباب اللي هو راح وشارك اصلا في حفل الافتتاح، عامله الاطفال اللي وقفوا اصلا غنوا امام سياده الرئيس، عامله اصلا من وجهه نظر مبسطه ايه اثر المشروع اصلا ده على حياتنا والفايده اصلا الاقتصاديه اللي هي هتنصب اصلا اوريدي على الاسره. لكن ما اقدرش اجي اصلا اخد ذكرى افتتاح قناه السويس اروح واخدها من الناحيه السياسيه او الاستراتيجيه، بالظبط، ما انا كده بخسر جمهوري. بس يمكن دي هي صعوبه ان انا اقدر اعمل اعلام متخصص ناجح، ان انا اخد القضايا الاقتصاديه والسياسيه والاجتماعيه واتوحها وفقا لتخصصي. يعني دايما عايز اقول لحضرتك حاجه، كلنا بنعرف نكتب في كل حاجه بحكم الخبره، بعد فتره خلاص بيبقى عندنا، لكن انا ليه اكتب في حته بتاعت حد تاني؟ ما انا هاخد نفس الحاجه واخليها سن يعني اكتسبها، هو ده اللي بيفيد القارئ. لكن ده تميز، يعني انا بحاول اتميز فانا انوع، يعني هو ده مش بيقلل منك على فكرة، لكن انت ما بتاخد الحاجة وتخليها بتاعتك. يعني انا ما اطلع مثلا ان شاء الله مثلا وكاتبة السنة على الغلاف حواء على شط القناة، الناس هتبقى عايز تعرف ايه حواء عملت ايه في المشروع ده وكانت هناك على شط القناة بتعمل ايه، لكن مش هقعد بقى اكتب حاجات سياسية ورحنا فين وعملنا ايه والمشروع كان ماشي ازاي. يعني صعب جدا، حتى جمهورك المستهدف مش هيهتم ان هو يرى حاجه زي كده، فانت بتخسره. بس هي دي الفكره. ده حقيقي، ده حقيقي. ممكن نتكلم في جزئيه توجيه الراي العام، يعني في دور مهم جدا جدا في ده حقيقي يقع على عاتق الاعلام ان انا اقدر اوجه الراي العام، خاصه في المراحل الحرجه عندنا قضايا حساسه جدا جدا جدا. ما انا زي ما قلت لحضرتك احنا في المرحله دي، احنا بص انا كتير الناس بيحسوا ان انا ببالغ، بس انا يعني مقتنعه تماما ان احنا في مرحله حرب. مش مرحله حرب ان انت ايه عشان نبين برضو ان انت مثلا سيل الاوضاع مش مستقره ولا ما في، لا احنا استقرينا ماشيين على الطريق السليم، في اسام مشروعات تنميه وبنيه تحتيه يعني كتير جباره، البلد رجعت اسام زي ما هي، بنروح ونيجي ونخرج وفي امن. بس الفكرة ان انت لسه مستهدف، عندك مؤامرات داخلية مؤامرات اصلا خارجية، وبالتالي فانت دورك الاول زي ما قلت لحضرتك ان انا زي ما انا بستهدف المرأة ان هي ازاي تكون سند لبلدها وان هي اصلا تقف جنبيها، ده اللي مفترض يتعمل دلوقتي، وده اللي لازم اصلا كل وسائل الاعلام كلا في مجال تخصصه يوجه اصلا اليه. يعني لسه سياده الرئيس في ختام المؤتمر الدوري الرابع للشباب العقد في الاسكندريه كان اصلا بيقول لك حتى هذه اللحظه احنا لسه اصلا في اصلا مخطط لافشال الدوله المصريه، لان احنا خلاص وقفنا، لو تاخد بالك احنا الوحيدين اللي واقفين على رجلينا في وسط كل دور الجوار اللي فيها تجاوزات يعني كثيره اصلا جدا، وبالتالي انت اصلا محتاج ان انت هي المرأة المصرية، انا بتكلم على تخصصي، المرأة المصرية فعلا بتقوم اصلا بدورها، بس انت لازم تحشد وتوجه اصلا اكتر وتفهمها، لان في بعض الناس متخيلة احنا خلاص اصلا وصلنا، احنا ماشيين على الطريق السليم بس احنا ما وصلناش ولسه اصلا مستهدف، فانت لازم توجه ولازم تقول ولازم تشرح ايه. ابسط حاجه من المؤامرات دي اللي هي حرب الشائعات وبس روح الاحباط بين الناس، ان يعني انت كل شويه ده شوفه على رغم المشروعات اللي بتعمل الاسعار بتغلى، الدنيا خربانه زي ما هي، او ما فيش فايده، او ما فيش حاجه، لا في فايده، بس يعني مش لازم ان احنا اصلا نصبر، مش لازم ان العائد بتاعه المشروعات دي تيجي. يعني انا دايما بقول للناس ايه، انت لو عندك سوبر ماركت او حتى كشك صغير لسه اصلا فاتحه وحطيت فيه شويه اصلا بضاعه عشان يجيب عائد هيجيب بعد قد ايه؟ انا بس حضرتك مش على الاقل سنه سنتين مثلا، ولا تصحى الصبح تلاقيه اصلا عمال ينزل اصلا فلوس، ولازم الحاجة تمشي ولازم يجي لك عليها استثمارات. انت اللي انت كنت بتعمله مثلا في اول سنه او سنتين
ان انت بتحاول توقف بلد على رجليها. احنا ما كانش عندنا بلد، وبعدين بعد ما وقفتها على رجليها بتبتدي ان انت تبني. عشان البنا دوت يجيب لك عائد لازم يعدي اسان كمان فتره زمنيه. فاحنا لسه مستمرين ان احنا لازم نوجه، مش نوجه المواطن بس، نديله صوره ايه اللي حاصل اسان بالظبط، وهو اسان يكمل ازاي، وايه الدور المطلوب منه في المرحله دي. ده حقيقي، ده حقيقي. نقدر ننطلق لنقطه اختيار حضرتك في اللجنه اللي هي بص بص هقول لسيادتك حاجه. زي ما قلت لسيادتك ان هو كان في اشاره من سياده الرئيس في ختام مؤتمر الشباب الرابع باسكندريه ان احنا في في مخطط لسه شغال لافشال الدوله اصلا المصريه، وان احنا اصلا محتاجين اصلا ان احنا نستمر اصلا في تثبيت اركانها. طبعا كان في اصلا دور اصلا ملموس للجيش المصري، وقدرنا ان احنا نقف اصلا على رجلينا ونحمي حدودنا حتى من التهديدات الخارجيه. المطلوب اصلا في هذه المرحله بالذات اصلا من الاعلام اصلا ايه؟ ان اولا ان احنا نحسس الناس ان انت لسه محتاجين لجهودكم ولسه محتاجين لدعمكم، ما تسمعوش اصلا الشائعات. لازم اصلا تواجهوا الارهاب، مش هم اللي هينزلوا اصلا يحاربوا، بس انت ايه لو شفت حاجه لازم اصلا تقول اصلا عليها، لازم تحمي اصلا بلدك. لازم اصلا تواجه العناصر اللي هي المناوئه اللي هي ممكن تكون موجوده اصلا حواليك، ما تحاول تحمي اصلا ولادك ان هم ما يتمش اصلا استقطابهم، ما يتمش اصلا تجنيدهم، تعرفهم اصلا يعني ايه بلد، يعني ايه وطن. علينا دور اصلا كاعلام ان احنا كمان نواجه حاله الاحباط اللي البعض اصلا بيحاول ان هو اصلا يبثها. لا احنا ماشيين كويس على فكره، احنا لو نفتكر بس، هو احيانا البعض منا بينسى، احنا لو نفتكر وضعنا قبل 3 سنوات قبل تولي سياده الرئيس لمقاليد الحكم، ما كانش عندك بلد نهائيا، كان عندك اصلا ناس مقيمه اصلا في الشارع، قيام منصوبه اصلا تمام يعني بشكل دائم، بلطجيه اصلا بيقطعوا عليك الطريق، ما كنتش بتتحرك، بلدك كانت بتتقفل الساعه 4-5. احنا دلوقتي خلاص عندك بلد، عندك اصلا عوده اصلا لتمثيل مصر على المستوى المحلي والاقليمي اصلا والدولي، مشاركه اصلا في مجلس الامن، وفود بتجيلك اصلا من كل البلاد، احترام حتى اصلا في استقبالك وفي ان انت تروح اصلا وتيجي، كل ده معناه ان انت اصلا رجعت. طيب عايزين اصلا نكمل، هو بقى دورنا احنا بنحاول من خلال اللجنه ان احنا اصلا نوعي الدوت، نوعي بالوضع اصلا الراهن، نوعي ان احنا ازاي نتناوله من خلال وسائل الاعلام المختلفه، ان احنا اصلا نوجه اصلا الناس للدور اللي هم منوط بيهم في هذه المرحله، ان احنا نأكد على ان كل منا لازم يبذل اصلا جهد في سبيل الحفاظ على الدولة دي. وده الحقيقة هو الدور الاهم في طبعا الحالية. طبعا والبلد فعلا محتاجة. استاذة سمرة الدسوقي نورتينا في اهل مصر. اهلا بحضرتك. نتمنى ما تكونش المرة الاخيرة ان شاء الله، يبقى في مرات قادمة ان شاء الله. وانا سعدت بيكم جدا ان شاء الله. ربنا يخليك يا فندم، شرفتينا. ميرسي، شكرا جزيلا.